السلام عليكم طلاب، بهذه المحاضرة من خلال محاضرة الجهاز اللمفاوي The Lymphatic System راح نتعرف على أهم مكونات الجهاز اللمفاوي مع وظيفة كل جزء من أجزائه. طلاب، وتعرفنا بالمحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة السابعة، تعرفنا انه الجهاز الدوران اللي من خلال السائل المغذي اللي هو البلد الدم راح يكون السائل اللي الحامل للعناصر المغذية والمهمة لتغذية جميع الأنسجة وأعضاء جسم الإنسان. راح تعرف طلاب انه الجهاز اللمفاوي يكون ارتباطا له ارتباط وثيق بجهاز الدوران. بداية طلاب، The lymphatic system includes a series of nodes, ducts and vessels that works closely with the circulatory system and supports the body defenses. اللي هو الجهاز اللمفاوي يشمل سلسلة متعددة من العقيدات والقنوات والأوعية اللي تعمل بارتباط وثيق مع جهاز الدوران، واللي تدعم الجسم كحماية أو كوسيلة دفاعية ومناعية للمحافظة على الجسم من كل الملوثات والبكتيريا والفيروسات الداخلة إلى الجسم. هذا الرسم طلاب يوضح الأوعية اللمفاوية والعقد اللمفاوية، وكذلك أهم الأجزاء اللي تعتبر كأجزاء مناعية اللي هي غدة الثايموس المتواجدة في أعلى القلب مباشرة، وكذلك أيضا السبلين اللي هو الطحال، والتونسل اللي هي اللوزتين. ايضا طلاب راح نتعرف انه على سائل الليمف، انه الليمف فلويد follows through the vessel and nodes helping the body fight foreign pathogens. سائل الليمف يتدفق من خلال الأوعية والعقيدات أو العقد اللي تساعد الجسم في الفايت اللي هي الهجوم أو تحطيم الممرضات الغريبة. طلاب، هنا فاكتويد اللي هي كحقيقة أو كملاحظة، the composition of lymph is like that of blood plasma. It contains white blood cells and sometimes picks up bacteria and other waste as it travels. اللي هي تكون انه محتوى الليمف مشابه كثيرا لبلازما الدم، حيث انه يحتوي على كريات الدم البيضاء، وفي بعض الاحيان يقوم بحجز البكتيريا والكثير من الفضلات اللي تقوم ب اللي يحجز هذه اللي هو الليمف يحجز البكتيريا والكثير من الفضلات. من خلال هذا المخطط طلاب راح نوضح الفرق بين الدم والليمف، ومن خلال هذا الفرق أيضا راح نلاحظ أهم خصائص سائل الليمف. بسائل الدم البلاد اللي هي يكون reddish in color اللي هو يكون أحمر اللون، أما بالليمف اللي هي بيل يلو ان كلر اللي هي تكون أصفر شاحب في اللون. ريد بلاد سيلز ار بريزنت اللي هي كريات الدم تكون متواجدة في الدم، بينما في الليمف تكون
تكون red blood cells are absent اللي هي تكون غائبة أو غير متواجدة by directional flow اللي هي التدفق يكون ثنائي الاتجاه بينما باللمف يكون only directional flow اللي هو التدفق يكون أحادي الاتجاه والفلو از رابيد يكون تدفق سريع بينما باللمف يكون تدفق أو الجريان السلو يكون بطيء واليوكوسايت كاونت ريليتيفلي لس اللي هي كريات الدم البيضاء تكون قليلة نوعا ما بينما في اللمف تكون هاي ليوكوسايت كاونت اللي هي يكون تعدادها أو كمية الكريات الدم البيضاء عالية باللمف. النقطة السادسة اللي هي بليتيليتز بريزنت الصفحات الدموية تكون متواجدة في الدم بينما البليتيليتز تكون أبسنت تكون غائبة وغير متواجدة في اللمف. The lymphatic system is comprised of five mature components اللي هو الجهاز اللمفاوي يتكون من خمس محتويات اللي هي أكيد العقيدات اللمفاوية والأوعية اللمفاوية وكذلك اللوزتين والغدة الثايموس والطحال. The network of lymphatic vessels function to return lymph to the general circulation. Lymph that leaks from blood capillaries into the vessels and conducted to the large veins of the neck at the junction of the internal jugular vein and the subglavian vein. شبكة الأوعية اللمفاوية تكون كوظيفة تقوم بإرجاع اللمف إلى الدورة الدموية الرئيسية إذا تكون مرتبطة واللمف يكون يتسرب من الشعيرات الدموية إلى الأوعية اللي متصلة بالأوردة الكبيرة وخاصة بهذه المنطقة اللي منطقة الرقبة اللي يكون بتقاطع مع الوريد الوداجي والوريد التحت الترقوي. إذا هناك اتصال هذا الشرح يوضح هناك اتصال بين الأوعية اللمفاوية والأوعية الدموية كما نلاحظ بهذا الرسم هناك ارتباط بين الأوعية اللمفاوية والأوعية الدموية. Lymph nodes filter the lymph that passes through the vessels and add lymphocytes to it. White blood cells that produce antibodies target foreign cells and attack them. اللي هي العقيدات اللمفاوية تقوم بترشيح وفلترة اللمف اللي يعبر أو يمر من خلال الأوعية ويقوم بإضافة الخلايا اللمفاوية إليها وكذلك كريات الدم البيضاء تقوم بإنتاج الأجسام المضادة واللي هدفها الأساسي تقوم بتحطيم الخلايا الغريبة داخل الجسم والهجوم عليها. بالنسبة لي الفاكتويد اللي هي الحقيقة أو كملاحظة overly large lymph nodes are red flags for doctor usually indicating an infection or disease. طلاب بالنسبة لي العقيدات اللمفاوية تعتبر كمؤشر وكدليل يستخدمها الأطباء في التشخيص الإصابة أو حدوث خلل أو مرض. ننتقل إلى الجزء الآخر من الجهاز اللمفاوي اللي هو الثايموس تكون بهذا الشكل.
A thymus, طلاب, the thymus is a little organ that sits right above your heart. It is in the thymus that T cells which target pathogens and infections mature and become specialized. هي غدة الثايموس هي عبارة عن عضو يكون صغير تقع في أعلى القلب مباشرة وتقوم الثايموس باحتوائها أو بإنتاجها على الخلايا تي أيضا وظيفتها المناعية بمهاجمة البكتيريا والمواد الغريبة. بالنسبة للفاكتويد اللي هي الملاحظة on infant's thymus is acute large as you age the thymus are atrophies and is replaced by adipose tissue. تكون في الثايموس في الرضع اللي هي تكون صغيرة جدا قد تكون مضمحلة أو يعوض عنها ويستبدل بها بالنسيج الدهني وتكون طلاب الثايموس جلاند اللي هي غدة الثايموس بهذا الشكل تكون على شكل فصيصات اللي هي أو فصوص اليمنى واليسرى كتركيب داخلي طلاب تتكون من الكبسول اللي هي تحاط بها من الخارج وكذلك طبقتين الطبقة الخارجية الكورتكس اللي هي القشرة وكذلك الميدولا اللي هي اللب وأيضا جسيمات غدة الثايموس وأيضا باحتوائها على الشرايين والأوردة. أما الجزء الآخر من الجهاز اللمفاوي واللي تعتبر كوظيفة دفاعية هي التونسلز اللي هي اللوزتين are lympho epithelial tissues located in your mouth and throat that there are four sides of tonsil. The Latin tonsil, which are located in the back of your throat, are commonly known as just tonsil. اللي هي تعتبر كأنسجة لمفاوية طلائية أو دفاعية توجد في الفم وفي الحنجرة. وكذلك تعتبر هذه التونسل أيضا اللوزتين كأيضا لإنتاج لكريات الدم البيضاء اللي تعتبر كمناعية أو دفاعية للجسم ويكون شكلها أو موقعها بهذا الرسم واضح. أما الجزء الآخر أو الأخير بالنسبة للجهاز اللمفاوي اللي هي السبلين اللي هو الطحال. بالنسبة لي كحقيقة أو بداية لمعلومة أو سؤال اللي هي Did you know that you can live without a spleen? Your liver will take over some of the spleen's work. إنه هل بالإمكان أو هل تعرف إنه بإمكانك العيش بدون الطحال؟ إنه الكبد هل يقوم بهذه الوظيفة؟ الكبد يقوم بوظيفة اللي يقوم بها الطحال في حال فقدانه؟ خلينا نشوف أهمية الكبد، أهمية الطحال. The spleen is the largest organ of the lymphatic system. The spleen processes blood and removes dead or defective red blood cells and keeps a reserve of blood in case of hemorrhaging. It also produces new red blood cells in a developing fetus and serves as a site where lymphocyte populations increases.
السبلين هو العضو الكبير بالنسبة للجهاز اللمفاوي، والسبلين يقوم بمعالجة الدم وإزالة الخلايا الدموية البيضاء، الخلايا الدموية الحمراء التالفة أو الميتة، كما أنه يقوم بحفظ أو خزن كريات خزن الدم، تعتبر كرصيد أو كخزين في حالة حدوث حالات النزيف، وكذلك أيضا يقوم بإنتاج كريات الدم الحمراء الجديدة في الجنين المتطور في حالة النمو، وكذلك أيضا تقوم كموقع لتجمع وتزايد الخلايا اللمفاوية الدفاعية. أما بالنسبة لموقع السبلين site of سبلين، the سبلين sites in left upper part of abdomen under the ribs، اللي هي يقع الطحال في الجانب العلوي الأيسر من البطن اللي هي تحت الأضلاع. بالنسبة لتشريح الطحال طلاب، تتكون من ال white bulb والred bulb اللي هو اللب الأبيض واللب الأحمر، بالإضافة إلى الكبسول اللي هي المحفظة اللي تحيط بها من الخارج، مع الأرتري والفينز اللي هي الشرايين والأوردة، وبمعرفة موقع الطحال. انتهت محاضرتكم طلاب، موفقين إن شاء الله.